اهلا بكم وسهلا ومرحبا وحلقه جديده من الناس الحلوه. الموضوع اللي هتكلم فيه النهارده هتكلم فيه برضو على حلقات هتبقى طويله، احنا مش بنتكلم في حلقات يعني متكرره، لكن هتبقى في اجزاء ممكن مره كل اسبوع او كل فتره اكلمكم عن ضرر السوشيال ميديا، ضرر هذه الحاجه المهمه جدا الخطيره جدا المنتشره جدا اللي محدش لسه لغايه دلوقتي حتى علماء النفس يعرفوا بدقه خطورتها. خليني اقول لكم من المعلومات الاساسيه انه السوشيال ميديا اصبحت او وصلت الى واحده من المصنفات على انها حاله ادمانيه. حاله ادمانيه، هناك مدمنين للسوشيال ميديا. وخلينا نقول انه برضو من المسلمات الان انه بعض الكتب الطبيه المتعلقه بعلم النفس تذكر انه السوشيال ميديا من المتسببات في زياده معدلات الاكتئاب، وانه عالم الاكتئاب زاد ودرجته زادت بسبب انخراط الكثيرين نحو الادمان للسوشيال ميديا. وقالوا علماء الطب النفسي انه تناقص معدلات احساس بالسعاده حصلت في المرحله او في الفتره الزمنيه بعد انتشار الفيسبوك، يعني في السنوات الاخيره. في حاجه مهمه جدا مرتبطه بالناس المدمنه للفيسبوك وتويتر، خصوصا على الفيسبوك. انا هتكلم النهارده على الفيسبوك تحديدا، انه برضو لاحظوا علماء طب النفسي انه الكثير من المشاعر السلبيه والانطباعات السيئه بتنهال على مرتدي صفحات الفيسبوك بمجرد انهم يفتحوها. وقالوا ان الانسان معظم الاشياء التي يجدها في الفيسبوك الان تتعلق بانها بوستات حزينه او عبارات حزينه او فيديوهات عنيفه او اخبار مفزعه او ممكن كمان اراء واختلافات سياسيه، بس عاده بتكون شديده الاحتقان، اشكال من التطرف. طبعا العزله المصاحبه لكل مرتدي الفيسبوك ده شيء اساسي. كمان الصور السيئه اكتر نسبيا من الصور الجميله، وانتشارها اكتر بكتير، وهي اساسا الصور المستفزه للمشاعر. لاحظوا كمان علماء النفس انه في نسبه كبيره جدا من الاخبار او من البوستات او من الاشياء الموجوده على الفيسبوك ليس لها اي مدلول، زي انه ناس تكتب على صفحات الفيسبوك انها حرانه. ده شيء مش معلومه، مش ده مش شيء يقال عليه ان هو معلومه تستحق الدراسه، او ان حد يكتب انه متوتر جدا او انه مريض جدا، او انه حد يقول انه عامل نيو لوك او عامل تسريحه جديده، او حاجات اسخف من كده، انه واحد يكتب انه هو تشيك ان في حته معينه، او انه واحد داخل او مسافر في مكان معين. ماذا يعنيني انا كشخص ان انا اعرف ان انت رايح في حته معينه؟ وده بيستفز برضه، يعني لما واحد يروح كاتب انه داخل مطعم غالي او رايح في مكان غالي، واحد في وسط الشغل او بيشتغل او عمره ما راح المكان دوت، ده يحصل نوع من الاحتقان المجتمعي. كمان قالوا علم النفس او اطباء علم النفس انه هذا قد يصل بالمجتمع الى عدوى من عدوى التفاهه. التفاهه معديه، نقل لا شيء، معلومة اللا شيء للناس، ده نوع من أنواع التفاهة. كمان كسر الخصوصية، نقل الإنسان إلى حياتك أنت، أو بمعنى صح افتقاد الإنسان لدرجة من درجات الخصوصية، ده مقدمة لمرض نفسي مهم جدا، وده البوابة الكبرى لتعظيم درجة النرجسية اللي هتكلم عليها معاكم كمان شوية صغيرين. برضو مهمة قوي انه النيجاتيف انرجي او الطاقه السلبيه، لقوا انه ده تاثيرها المجتمعي بدا يبقى زايد جدا مع استخدام الفيسبوك. ولا نستهين يا جماعه بالطاقه السلبيه، ما نستهينش بيها ابدا، لانه ثبت علميا انك كل ما تقرا بوستات كتيره فيها توتر، فيها احتقان سياسي، فيها مخالفه لاراء، قد تكون مخالفه لارائك الدينيه، يعني في صفحات في الفيسبوك صفحات
طبعا ممكن مستخفة جدا بالملتزمين دينيا، ده بيستفزهم جدا جدا. وأيضا صفحات تانية قد تصل إلى مرحلة، أو بعض الآراء قد تصل إلى مرحلة الخروج التام جدا على الآراء الدينية المستقيمة. طبعا في ناس تقول لي هنا الحرية الشخصية، أنا بكلمك على المتنقل. المتلقي ما عندوش ده، المتلقي في سن صغير حاجة من اتنين، لا يحتقن ويسأر ويسور ويستشيط غضبا تجاه هذا المتجني على معتقده الديني، أو أنه هياخد اتجاه تاني أنه ممكن يقلد. ممكن لو شاف مثلا صفحة بتتكلم على الإلحاد، هو نفسه لو صغير في السن ممكن عقله يبدأ يديله مساحة متابعة ويتابع، وعقله الصغير لسه الضئيل لسه معلوماتيا وتربويا وأخلاقيا وثقافيا مش هيقدر يفرق، مش هيقدر يبعد الكلام التخريف عن الكلام الحقيقي أو الكلام الواقعي، مش هيقدر يبعد عن الخرافات وعن الدجل والشعوذة في بعض الصفحات التانية، وهو ده برضو موجود على الفيسبوك، عن الكلام العلمي هيختلط الحابل بالنابل. كمان بعض الناس بدأوا يريلايز، بدأوا يستوعبوا هذا في بعض الكتابات، تلاقيها حتى على السوشيال ميديا نفسها، انه تلاقي ناس كتير كاتبة تقول اشتقت لحياتي ما قبل الفيسبوك. الناس اللي عاشت قبل الفيسبوك من مراحل تواصل اجتماعي طبيعية اشتاقت لهذا الاحساس. علماء النفس احيانا اتكلموا بشكل اعمق فيما يتعلق بقدرة الاستيعاب العقلية، فقالوا ان الساحة التخزينية للمخ الطبيعي تصل الى 100 وحدة، وانه بمجرد امتلاء هذه الوحدات يصعب اضافة المزيد على السعة المحدودة للمخ. وايضا السوشيال ميديا قد تستنزف جزء كبير جدا من القدرة التخزينية للعقل، ويصبح الاضافة للمزيد مما يحتاجه الانسان حقيقة من معلومات او من احداث حقيقية في حياتك او من ذكريات او من اشياء انت مفروض تنجزها في عملك، يصبح اضافة لمنطقة تمت التخزين. خلاص المخزن كمل، العدد خلاص اتملى صناديق من لا شيء، من لا شيء او من افكار سلبية. او ولذلك انا هقول لكم حاجة برضو تلاحظوها، وخصوصا في الجيل اللي بدأ ينخرط في الفيسبوك هذه الأيام وجرب الحياة ما قبل الفيسبوك. علماء النفس بدأوا يسألوا الناس دول، لأنه في ناس ما عندهمش حياة بره الفيسبوك من أول ما هو وعي على الدنيا. الجيل الجديد قوي اللي هم دلوقتي 10 15 12 17 سنة، دول عاشوا معظم حياتهم جنب الفيسبوك. لا، أنا بكلمكم على جيلنا احنا، الجيل الأواخر الثلاثينات وأوائل الأربعينات أو ما بعد ذلك. دول اتعملوا لهم تجارب وسألوهم، معدل الأحلام المزعجة زاد بعد استخدامكم الفيسبوك ولا؟ الإجابة كانت نعم، زادت الأحلام المزعجة وزادت الكوابيس بعد زيادة الاستخدام للفيسبوك. ده له معنى. أيضا قل الاستمتاع بأوقات الفراغ، قالوا لهم قل الاستمتاع بأوقات الفراغ، والأجازات ما بقتش مساحتها عندنا حاسين بيها قوي، بقى الأجازة والوقت ممكن يجري بسهولة شديد جدا في الأجازة، اللي هو الوقت الفراغ الممتع اللي بننتظره من الأسبوع للأسبوع، الويك إند. كمان مهم قوي إنك لما بدأ بقى بيكتبوا كل النصايح المتعلقة بأنك لازم تبعد عن الفيسبوك، لاحظوا إن اللي بعدوا على الفيسبوك بدأوا يستفيدوا ويكتبوا تجاربهم. كتبوا إيه؟ ناس بعدت تماما على الفيسبوك وبدأت تكتب وتقول انها وجدت انها بقت اكثر نشاط وحيوية واكثر قدرة على العمل ساعات اطول، وبدأت تقل عندها درجة البلاهة. يعني بعض الكاتبين قالوا انهم كانوا بيحسوا بدرجة في اليوم من درجات البلاهة واللامبالاة والاحساس بعدم القدرة على التركيز والانتخة باللغة المصرية، ده قل بعد توقفهم عن متابعة الفيسبوك. ايضا لقوا انهم اكثر قدرة على حل مشاكل كانت بالنسبة لهم قبل كده تعتبر معقدة نسبيا، واكثر قدرة على الصفاء الذهني اللي ما كانش عندهم هذا الاحساس قبل كده. كمان الاحساس او الفهم للمناطق السياسية والتحليل السياسي لبعض المشكلات اصبح اكثر وضوحا عندهم بدون ان يحدث عندهم
كانوا يقولون على حد تعبيرهم نوع من الكونفيوجن، من الحيرة، من اللخبطة السياسية، من تداخل الآراء، لدرجة في النهاية أنهم كانوا بيحصل لهم نوع من العزلة أو الرغبة في العزلة عن القضايا السياسية المختلفة، لأن عندهم آراء مختلفة ومتضاربة. لما بعدوا عن الفيسبوك بدأ يبقى عندهم رأي واحد نتيجة ثقافتهم الثابتة، بدأ يبقى عندهم اتجاه واحد في التفكير، سواء بالشجب أو بالمتابعة الدقيقة أو بإرجاع الأمر لزاوية أهله، بقى عندهم نوع من المنطقية في تحليل الأمور السياسية. أيضا بدأ يتكلموا عن أنهم بدأوا يستمتعوا بخصوصية أكبر أو بتقدير للخصوصية أكبر. حاجة كمان المهمة جدا أنهم حسوا أن التوتر بدأ يقل عندهم، التوتر بقى شكله أقل. أنا قلت لكم شيء مهم جدا جدا، أنه السوشيال ميديا وخصوصا الفيسبوك مدخل مهم كمان للإصابة أو تنامي النرجسية. النرجسية ده مرة هنتكلم عليه لوحده في وقت من الأوقات، والنرجسية هو خطر المستقبل القريب على المجتمعات العالمية. يقول أحد علماء طب النفس أنه وهو بيتابع ابنه المراهق لقى أنه ابنه بيقول له أنه في مسابقة على الفيسبوك، هذه المسابقة لاختبار النرجسية، وكان الابن فخور جدا بأنه حصل على نتيجة كبيرة جدا في هذه المسابقة. قال له أنا حصلت على النتيجة النهائية. الأب المتخصص في طب علم النفس أصيب بصدمة، قال الأب أنه لم يكن يتصور أن ابنه مش فاهم أن النرجسية مرض، وأن الحصول على الدرجة النهائية في النرجسية دي علامة في منتهى الخطورة على صحته النفسية. عايز أقول لكم أنه في اتنين علماء من علماء طب النفسي مشهورين جدا، هو جان توينغ وجورج كيث كامبل، كتبوا في كتابهم المسمى بوباء النرجسية، النرجسية قالوا فيه جملة مخيفة جدا، قالوا أن النرجسية زادت وبائية بنفس درجة زيادة السمنة من الثمانينيات لغاية دلوقتي، وقالوا أنها بتزداد يوما بعد يوم، وقالوا أنه السبب في ذلك في الأغلب يعود لانتشار السوشيال ميديا. انتشار السوشيال ميديا عشان نبقى فاهمين ادى للكثيرين ممن عندهم مبادئ النرجسية مساحة اوسع لانتشار هذا المرض. النرجسية احساس الانا العليا، احساس ان انا الافضل من الاخرين، والسوشيال ميديا بتدي هذا النوع من الوهم الزائف بالنجومية، الوهم الزائف بالنجاح. انما اكتب في السوشيال ميديا اي رأي او اي تجربة او حتى ايفنت، او اكتب المقولات اللي انا قلتها اللي بتتصف بالتفاهة، ان انا تشيك ان في حتة معينة، ان انا داخل حتة معينة، ان انا مسافر، ان انا حاسس بان انا مريض، ان انا حاسس بان انا عندي انفلونزا، ان انا حاسس ان انا مرهق دلوقتي، ان انا حران، كل هذه المقولات اللي ما تخصش اي حد في العالم غيري، واتوقع ان الجميع ينشاطرني هذا، فانا برغب في انه كلهم أبنى محور حديثهم، إن أنا محور حياتهم. لما أسجل لنفسي آراء وهمية أو آراء ليس لها قيمة وبثها على الناس، ممكن جدا أسجل مثلا إن أنا طالع من الحمام ماشي قدام الناس، إن أنا قايم من النوم بفتح الستارة بتاعت البيت عندي أو الفندق اللي أنا قاعد فيه وأفرج الناس الغلابة إزاي أنا عايش في حياة مرفهة. ده نوع من أنواع النرجسية، ونقلها للناس ممكن جدا النرجسية درجتها معدية لمن يستقبل هذه النرجسية أو من عنده الدرجة استقبال لهذا المرض الخطير للغاية. إحنا لا نريد مجتمع فيه نرجسية، ولا نريد مجتمع فيه عدوى توتر، ولا نريد مجتمع فيه عدوى تفاهة، نريد مجتمع فيه قدرة للإنتاج. أنا في رأيي أنه لو إحنا عملنا إحصائية للشباب اللي بيضيعوا وقت على السوشيال ميديا، لو في الوقت اللي بيضيعوا على السوشيال ميديا ده ضيعوه في صناعات صغيرة أو في حتى رياضة معينة مفيدة لصحتهم، أو في إنهم يثقفوا نفسهم ثقافات حقيقية من مصادر ثقافة حقيقية معتمدة فيها درجة من درجات الإفادة الحقيقية، أعتقد إنه ده هيكون أفيد لمجتمعنا والمجتمعات العالمية. اللي أنا بكلمكم عنه دي مش حاجة خطرة على المجتمع المصري، دي حاجة خطرة على كل العالم،
واعتقد انه من اخطر كمان ما قدمته السوشيال ميديا هي حاله الاحتقان وحاله الفتنه، سواء الفتنه الطائفيه اللي بدات تكون موجوده في العالم كله، انا لا اقصد بيها موجوده في مصر، ده موجوده في العالم كله، وحاله التعصب، التعصب الكروي، التعصب المذهبي، التعصب للريس، التعصب للبلد، حاله التعصب اللي عايشها العالم نتيجه بسهوله شديده الاراء المتطرفه الغريبه التي قد توصف بانها غبيه وقد توصف باللا منطقيه الموجوده للاسف على السوشيال ميديا. ارجوكم تنبهوا لخطوره السوشيال ميديا، وهذا ليس مدعاة لغلقها ولكن للفهم، انا لست طبعا ضدها بشكل سافر، ولكن لفهم خطورتها الحقيقيه ولتوجيهها ولاعاده ضبطها مرة أخرى، لكي تكون أنا ممكن بسهولة أضبط هذه السوشيال ميديا لكي تفيدني بالاختيارات الصحيحة لمن مدخولات السوشيال ميديا عندي، لمن هم أصدقائي، الابتعاد التام عن كل من هو تافه أو غبي أو ناقل لتوتر أو متطرف أو غير ذا معنى في التعامل مع حياتي، وعدم الانخراط نحو نقل حياتي من خصوصية للمشاع الموجود في هذه الغابة الموحشة المجنونة المسمى في السوشيال ميديا. أرجوكم خليكم على سلام. يعني جهاز الديزل هو الدكتور؟ هل أصبح جهاز الديزل هو البطل؟ ما ينفعش حضرتك تقول إن التكنولوجي هو اللي بيتحكم، لا لا لا، خبرة الدكتور هي اللي بتتحكم في التكنولوجي. الفينير والكراون يبدو للوهلة الأولى وكأنهم في حالة صراع. اللي أنا عايز أقوله إن مفيش حاجة اسمها الحالات كلها تمشي فينيرز، ولا في حاجة اسمها الحالات كلها تمشي كراونز. في خامات داخلة في التكوين بتاع الإيماكس بيخلي شكلها طبيعي جدا وجميلة جدا، بقاء لونه هايل. الفينير ليه مكان بيتحط على السنين؟ التشخيص من الأول. في زراعة الأسنان، الأشعة المقطعية يعني مش شرط يعني. احنا بالنسبه لنا الزراعه دي عمليه، لازم تقيس انت داخل فين. الاشعه هي عينيا الليدر بتاعي. في حالات بتحتاج دقه اكتر، الزراعه لا تقبل التحرير. تجميل الاسنان شغل اليدوي فيها هو اللي بيدي نتائج، هو الصح. ما ينفعش نقول خبره الدكتور وايده هي 100%.